مساء الخير عليكم، معاكم شاهين دشاور خبيرة ومدربة الاتيكيت. النهاردة هنتكلم على اتيكيت المصيف. دايما واحنا بنروح المصيف حاطين في بالنا ان احنا رايحين نلعب، مفيش رولز ولا قواعد هتضايقني ابدا وتمنعني من اني اعمل اللي انا عايزه، وده طبعا غلط جدا. لو انا جست في اوتيل فلازم التزم بالقوانين واللائحه اللي مكتوبه، سواء اللائحه اللي بتبقى الكبيره دي اللي على البسين، وان انا التزم ازاي علشان التعقيم وعلشان حاجات كتير قوي هم بيكونوا كاتبينها، فانا اقرا كويس قوي التعليمات والتزم بيها. اتيكيت يعني نظام، والنظام ان انا التزم بالتعليمات اللي حواليا. طيب وانا في الريسترو كمان او في المطعم لازم اخد بالي من نقطه مهمه جدا، ان انا ما تزحمش في اللاين المحطوط بتاع الاكل، اقف في دوري والتزم كويس قوي لحد ما يجي دوري، حتى لو انا جعان جدا ابقى ساعتها معايا حاجات علشان ما اوصلش لدرجه من الجوع كبيره جدا، لان الاكل بيكون بمواعيد، عشان ما اتحطش كمان في موقف محرج يخليني اكون متضايق من نفسي لان انا تزحمت على الاكل وتسرعت وكان شكلي مش حلو ابدا تحت بند ان انا دافع فلوس ولازم استفيد بيها. ان انت فكره ان انت تبقى دافع فلوس ولازم تستفيد بيها مش بالضروره ان انت تاكل اكل كتير، ولكن فكره ان انت تاكل وتشبع وفي نفس الوقت احنا بنبقى مش رايحين علشان ناكل، احنا بنبقى رايحين علشان المنظومه كلها ان احنا نتفسح ونغير جو في المصيف. في نفس الوقت كمان ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها المين ديش او الطبق الرئيسي اللي هو بيبقى كبير، انا باخد الطبق ده وبحط فيه الاكل بوزعه بشكل بحيث ان يبقاش شكله وحش، جزء للحوم جزء للرز جزء طبعا الحلويات، لا طبق الحلويات او الفاكهه بيكون في بارتيشن لوحده او جزء لوحده. وفي نفس الوقت كمان انا باخد كميات قليله ولو احتجت انا بروح حط تاني، لان الاوتيل كمان لما الاكل بيخلص بيزود هو من نفسه، ما بيستناش ان احنا نبقى قاعدين جعانين، فمش بكترة الاكل اللي انا بحطها لانه في النهاية بيترمي وبيبقى حرام علينا جدا ان احنا نخلي بقايا اكل زي ده كتير تترمي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن اللاين بتاع الاكل، ان احنا ما نزحمش ونلتزم بالدور بتاعنا وفي نفس الوقت ما نرخمش على اللي حوالينا ونلتزم بالقواعد المكتوبه في البيسين سواء زي او غيره، وما نفضلش ننتقد انه ده عاملين بيسين غير المحجبات او ده بيسين المحجبات. كل اوتيل حر في تصرفاته، ولو انا مش عاجبني الاوتيل اغيره فورا وما اروحش عشان اعدل عليه. ده لو انا في اوتيل. اما لو انا في مصيف عادي ورايح على البحر، فالالتزام بنظافة البحر بتدل على نظافتي، ان انا بقى مرميش حاجة على الارض، بقى واخد معايا كيس كده صغير معايا علشان احط فيه الباسكت، زي باسكت كده احط فيه بقايا الحاجات بتاعت الاطفال، وكمان اتعامل مع لو في شمسية جنبي اتعامل معاهم برضو ان كل واحد حاجته الشخصية ما تروحش عند التاني، ودايما في كل الاحوال في مصيف او غيره اتعامل مع الناس بشكل لطيف. وفي نفس الوقت اتيكيت الريحة، ريحتنا مهمة جدا يا جماعة، ان احنا نهتم بريحتنا، ريحتنا دي جزء من شخصيتنا. هنبقى نازلين طبعا في صيف وطول الوقت بره، فممكن ما ناخدش غير شاور مره واحده بس، لا لازم نلتزم ان احنا دايما نشوف ريحتنا ونحافظ على ريحتنا، لان الريحه ده دي شيء مهم جدا، تبقى ريحتنا ريحه نظافه مش ريحه عرق. لو ريحتنا كانت ريحه عرق دي هتبقى حاجه مش حلوه ابدا في حقنا. الريحه دي كارثه كبيره قوي على جزء من شخصيتك، ريحتك يعني ريحتك دي جزء من شخصيتك حقيقي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.